الفرصة لما يناسبه. مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع، كيف أقدر أخدمك؟ تم قبولك في برنامج شركات متسارعة النمو. عشرين ثلاثين للعالم هو مجرد تاريخ، ولنا إحنا كسعوديين هو موعد تحقيق رؤيتنا الطموحة. الرؤية لو جينا نلخصها هي عبارة عن قطارين. الأول المشاريع الضخمة، نيوم، البحر الأحمر، القدية وغيرها. والثاني هو عبارة عن مجموعة من المبادرات والبرامج والأهداف والمستهدفات اللي بتقودها الجهات الحكومية. السلام عليكم. وإحنا هنا في برنامج دربك خضر نحاول نسلط الضوء على هذه المبادرات ونشوف كيف أنت وإنتي تقدروا تستفيدوا منها، ونعطيكم تفاصيلها ونحكي قصص لناس فعلاً استفادت من هذه المبادرات. أنا محمد حكيم وهذا برنامج دربك خضر. أهلاً، كيف نقدر نقيس أن دولة ناجحة عن دولة أخرى؟ عن طريق عدد الشركات وعدد الأعمال اللي تكون موجود فيها واستمرارية هذه الشركات سنوات وسنوات وسنوات. واحدة من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 هي زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنه فعلاً نجاح دولة معينة يكون عن طريق تكاثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة. طموح أي شركة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة هي إنها تقدر توصل إلى مصادر تمويل مختلفة. واحد من أهم مصادر التمويل حول العالم هي أسواق الأسهم، عشان كده نبدأ نشوف كثير من الشركات تحب إنها تدرج في سوق الأسهم. ولكن لو أنا منشأة صغيرة متوسطة، صعب علي أن أدخل في مضمار ملعب أسواق الأسهم العالمية أو سوق الأسهم السعودي تداول الكبير. فموجود اليوم في السعودية سوق سهم موازي اللي هو سوق نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حلقتنا اليوم ما هي عن نمو، حلقتنا اليوم عن كيف أوصل لنمو، وهنا يجي عنوان حلقتنا اليوم برنامج طموح، والمقدم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة. في حلقتنا اليوم راح نتعرف أكثر على خدمات منشآت نفسها وبرامجها، حنتعلم كيف تكون جزء من عالم ريادة الأعمال، وكيف تقدر تحصل على الاستشارة والإرشاد والتدريب، إيش هي الشروط، إيش هي التفاصيل، كيف طرق الاستفادة، وإيش أنواع البرامج المناسبة لطبيعة شركتك. كل هذه الأسئلة وأكثر ضيوفنا اليوم سهام وبدر يحتاجوا الإجابة عليها حتى يسهل عليهم التقديم لبرنامج طموح من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بدر صالح العقيلي، مؤسسة العقيلي للذهب والمجوهرات. أنا سهام الشهري، صاحبة براند جيفن. النشاط بيع الذهب والمجوهرات والسبائك. القهوة اللي نقدمها قهوة مختصة من أجود أنواع المحاصيل المحمصة محلياً، متعاقدين مع براندات سعودية. هدفنا الأول هو خدمة العميل في البيع والشراء، وشعارنا هو الصدق والأمانة، لأني أراهن على الجودة وأحرص على انتقال الأشياء بأدق التفاصيل. أنا سمعت عن برنامج طموح التابع لمنشآت، بحيث أنه تكون شركتي خلال الخمس سنوات القادمة مطروحة في سوق الأسهم. سهام وبدر هدفهم الأساسي أنهم يزيدوا من نمو أرباح مؤسساتهم، ويوصلوا إلى الهدف الأخير لكثير من الشركات أنهم يكونوا في سوق الأسهم السعودي نمو، ودهم يقدموا على برنامج طموح حتى يحققوا هذا الهدف. سهام
صاحبة مشروع محلي بنموذج عمل مميز ومختلف، دمج ما بين القهوة والهدايا حتى يحقق تجربة عميل مختلفة نسبياً. وبدر صاحب مؤسسة مجوهرات بخبرة تراكمية طويلة من جيل إلى آخر، مهتمين بتجارة السبائك وبيع وشراء الذهب، ويطمح أيضاً أنه يحول شركته لشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي. وعلى الجانب الآخر في عندنا جهة حكومية مهتمة جداً بتوعية ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد أعمالها حتى يحققوا طموحاتهم اللي آخرها إنهم يوصلوا إلى الإدراج في سوق الأسهم السعودي. وعشان كذا رحنا قابلنا الأستاذ عبد الرحمن الإسماعيل، مدير عام الشركات متسارعة النمو طموح، حتى نعرف أكثر كيف صمموا هذا البرنامج، وقبلها نعرف أكثر عن منشآت وإيش برامجهم وإيش أهدافهم وإيش الخدمات اللي ممكن يقدموها لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. منشآت هي أحد يعني مبادرات رؤية المملكة 2030، ولهدف أساسي هو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة المتوسطة من 20% إلى 35% ب 2030. هذا الدور اللي تلعب المنشآت الصغيرة المتوسطة يحتاج إلى دعم، بالتالي أنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة وبدت في أعمالها في عام 2016، وبدت بتقديم خدمات متنوعة تخدم كافة المنشآت الصغيرة المتوسطة وأيضا رواد الأعمال. فعندنا مجموعة طويلة أو قائمة طويلة من البرامج والخدمات لتخدم كافة هذه الفئات، من ضمنها خدمات ريادة الأعمال ما تحوي من مسرعات وحاضنات وتحديات وغيرها اللي تساعد خلينا نقول رواد الأعمال إلى الدخول لعالم الأعمال. بعد دخول عالم الأعمال يصير في مرحلة الشركات الناشئة، وبالتالي قدمنا هنا خدمات كثيرة من خدمات الاستشارات وخدمات الإرشاد وخدمات التدريب وغيرها من الخدمات اللي نقدمها في قناة إلكترونية بشكل كامل اللي هي نوافذ أو تطبيق نوافذ. تطبيق نوافذ الآن في مجموعة كافة خدمات المنشآت تقدم من خلال هذا التطبيق، بحيث أن نصل لكل رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة في كافة مناطق المملكة من خلال قناة إلكترونية متكاملة على تطبيق نوافذ، بالإضافة لمراكز دعم اللي موجودة الآن. عندنا 4 مراكز دعم موجودة في المملكة العربية السعودية. تعرفنا على منشآت ومساهمتهم في دعم قطاع ريادة الأعمال وتوفير بيئة فعالة ومتوازنة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بدروا إسهام يعتبروا منها، بالإضافة إلى توفير الاستشارات والتدريب حتى تساعدهم على الانطلاق في خطوات ثابتة وباستشارات مهنية عالية. خلونا نروح الآن لبرنامج طموح ونعرف أكثر عن نوعية الشركات المستهدفة. طبعاً إذا تكلمنا عن منشآت صغيرة متوسطة، فإحنا عندنا الآن فوق 1,000,000 منشأة صغيرة متوسطة. عدد المنشآت متسارعة النمو أو المنشآت خلينا نقول اللي عدت مرحلة مرحلة المنشآت الناشئة وصار في مرحلة النمو لا يتعدى 1.5%، وعادة في كل دول العالم هو لا يتعدى 4% عالميا. طيب وش يميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو؟ الشركات هذه زي ما ذكرنا أنها تبدأ بموظفين 3، وخلال فترة قصيرة يصير عندهم يعني 40 موظف، 50 موظف، 100 موظف، وإيراداتهم ترتفع بشكل مضاعف. هذه المنشآت تحتاج دعم خاص، يقدم لها دعم خاص غير الدعم الاعتيادي اللي يقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ليش اخترنا المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ لأن أثرها مضاعف، تنمو بشكل متسارع، أثرها على الاقتصاد وعلى التوظيف بشكل كبير. فهمنا الآن إيش يعني لما نقول شركات متسارعة النمو اللي برنامج طموح يستهدفها، وإيش يميز هذه الشركات عن باقي فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلشان هذه الفئة يسعى برنامج طموح إنه يقدم كافة الخدمات لهذه الشركات. وحتى سهام وبدر وإنت وإنتي تعرفوا إيش هي هذه الخدمات، سألنا الأستاذ عبد الرحمن عن دور برنامج طموح في تعزيز عمل هذه الشركات والخدمات المقدمة لهم،
وسألناه عن الطريقة للوصول للانضمام للبرنامج حتى بدروا سهام وإنتوا تعرفوا الرحلة اللي راح تمروا فيها. إن عندنا خلينا نقول ثلاث مراحل أساسية، مرحلة التسجيل والاستقطاب، وهنا إما أن العميل يصل إلينا إما عن طريق المنصة اللي طموح داتس اي أو إحنا نوصل. إحنا نوصلنا لأن قلنا المنشآت هذه عادة يصيروا مشغولين ينمون بشكل متسارع، فإحنا دائما يعني ننظر إلى الإيكو سيستم بشكل كامل ونشوف المنشآت اللي تنطبق عليها المعايير، فإحنا نستقطبها ونروح للمنشآت هذه ونشرح لها البرنامج وكيف آلية الانضمام لمجتمع طموح وكيف يستفيدوا منها. بعد الاستقطاب والتسجيل نجي في مرحلة اللي هي التأهيل أو مرحلة الانبوردنج، واللي ناخذها من بداية أن المنشأة تسوي تحليل كامل دياجنوست كامل للمنشأة 360 درجة، وبالتالي تعرف المنشأة هذه وش الجوانب اللي تحتاجها أكثر أو تحتاج تطورها بشكل أكبر، أو وش الجوانب القوية اللي عندها وتحتاج أنها تعززها. كذلك نجلس مع كل منشأة في حاجة اسمها SMI أو Senior Management Interview. في هذه الاجتماعات دائما نجمع الشركة مع خبير متخصص انترناشنال او لوكال على حسب اختصاص الشركة، وليتلائم مع البزنس اللي هم يشتغلون فيه، وبالتالي راح يستفيد من الجلسة هذه. وكذلك نتفق احنا و المؤسس على خارطة الطريق لهذه المنشأة. ففهمنا الآن وعرفنا إنه اللي أنت دورك وعليك إنك تعمله هو إنك تشتغل على شركتك وهم اللي راح يبحثوا عنك، أو إنك أنت اللي تبادر وتقدم على الخدمة اللي تحتاجها حتى يرشدوك للطريق الصحيح إنك توصل إلى سوق الأسهم الموازي. بعد ما تقدم ودراسة ملفك يا إما إنك تروح معاهم للمرحلة الثانية أو يرشدوك لبرنامج من برامج منشآت يناسب وضع شركتك الحالي. أرقام طموح، نبدأ ب 1357 منشأة انضمت إلى البرنامج من أول ما أطلق في عام 2021. 14 منشأة منها موجودة اليوم وطرحت في السوق الموازية نمو حتى نهاية 2023، ليصل عدد المنشآت المسجلة في البرنامج بشكل عام إلى يومنا هذا أكثر من 1541 منشأة، وعدد الخدمات المتوفرة في هذا البرنامج تصل إلى 37 خدمة متنوعة ما بين دراسة واستشارات وخدمات تمويلية وتوسعية إلى خدمات أخرى مختلفة. ومتحمسين نشوف سهام وبدر كيف ممكن يعظموا من استفادتهم من البرنامج، وبإذن الله نشوف شركاتهم مدرجة في سوق الأسهم قريباً جداً. ولكن مثل أي حلقة بنطرحها سابقاً، في سؤال جداً مهم: هذه المبادرات اللي بنطرحها في دربك خضر في ناس بيستفيدوا منها؟ هل طموح في أحد استفاد منها؟ هل منشآت في أحد استفاد منها؟ نبغى قصة حقيقية. اسمحوا لي أقدم لكم سلمان، رائد أعمال طموح. هو وشركاؤه بدأوا في شركة، واجهوا بعض الصعوبات، واجهوا أكيد مطبات جدا كثيرة. خلي سلمان الآن يحكينا عن أبرز هذه التحديات، من فين جاتهم الفكرة في البداية، إيش عمل شركتهم وفين وصلوا، وإيش أبرز الأمور اللي مروا فيها والمراحل المختلفة اللي مروا فيها. سلمان صالح الفوزان، شريك مؤسس في شركة لانا طبية والرئيس التنفيذي. كانت البدايات معي الدكتور حمد الشيحة، استشاري أمراض جلدية بجانب العلمي كان عندنا، وأيضا الشيخ خالد الفوزان جانب تجاري، وأنا كنت الماسك الإدارة التنفيذية. بدأنا برأس مال يمكن 400 ألف في البداية، رأس مال بسيط، خطوة بخطوة خطوة بخطوة بالتطوير، يا رب لك الحمد، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. فعلا الطموح من بدأنا، طموحنا أننا نكون مصاف الشركات الكبيرة. بدأنا في مجال مثلاً الأجهزة الليزر، إحنا ننافس شركات كبيرة جداً لها باع في السوق. شركة صغيرة من يشتري منك؟ قلت هل عندك خدمة ما بعد البيع؟ عندك مهندسين؟ من أنت حتى نأخذ منك؟
لا كنا نطرق الأبواب إلى أصحاب المراكز إلى لا إحنا معكم إحنا قلب وقالب إحنا مقيمين معكم موجودين لإقناعهم للشراء من عندنا وإن ترى منتجنا ممتاز وخدماتنا ما بعد البيع إحنا موجودين ونضمنكم ضمان إحنا قادرين عليها. التحدي الآخر مجال معالجة المرضى الطبية الخطرة لم يكن في ذاك الوقت منافسين، كان الوضع صعب جدا باختيار أو الحصول على أرض لإقامة أول مصنع فيها. طرقنا الأبواب على جهات حكومية كثيرة حتى رست سفينتنا عند مدن، وكل التحية والتقدير لهم، هم اللي سمحوا لنا بعدين أعطونا الأرض وبدأنا في أول محطة أو مصنع لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في منطقة سدير. أول مصنع أنشئ في منطقة سدير أو مدينة سدير الصناعية هو كان مصنع لنا لمعالجة النفايات الطبية الخطرة. هذه أحد التحديات اللي بعد ما بدأنا وافتتحنا المصنع، تحدي إقناع الآخرين إننا إحنا موجودين، إن إحنا ترى عندنا خدمة مميزة. مثل أي شركة صغيرة أو متوسطة، سلمان وشركاؤه عدوا بمراحل كثيرة من التحديات، خصوصاً مع وجود شركات كبيرة منافسة لهم في نفس السوق اللي هم بيلعبوا فيه، وسمعنا كيف كانت هذه التحديات وفين وصلوا. لكن أيضاً سلمان هاجسه هو وشركاؤه كان البحث عن مصادر تمويل جديدة حتى يضمن استمرارية واستدامة شركتهم، ومن هنا جاء وجودهم في أنهم يدخلوا وينضموا إلى برنامج طموح. الآن خلينا نسمع من سلمان كيف كانت تجربتهم طموح وإلى فين وصلوا. دائماً البزنس يفتح بعضه، تدخل مع باب تجد لك 10 أبواب، بس تحتاج أنك تصبر، ولا العقبات تكون لك هي الطريق للنجاح في المستقبل. كل عقبة تعطيك قوة، تعطيك باور أنك تنجح. كيف تنجح فيها؟ هل لا تستسلم؟ والله بدأنا مع منشآت كان لهم حملة إعلانية ويشكرون عليها، طرقنا بابهم الطموح، وجدنا سبحان الله كل ترحيب. كان طموح بلس، برنامج تدريبي تأهيلي، الموظفين يأخذون أقسامه، استشارات، كل ما بدأنا نطلب منهم شيء لا كان يجاب من ناحية الطموح. فلهم دور معنا لا ننساه ويشكرون عليه. من اللحظات التي لا تنسى في الحياة لحظة دق الجرس في الاحتفال في هيئة سوق المال وفي تداول، كانت ثمرة وجدناها مع جميع فريق لانا، شركة لانا الطبية، إحساس لا يوصف، أنك تجني ثمرة بعد تعب سنين من شركة ناشئة من شقة صغيرة تقريبا 3 غرف إلى الحمد لله الآن متعددة الأقسام متعددة المجالات، تجني هذه الثمرة. ولا يتم هذه إلا بفضل رب العالمين، بدعم ولاة أمرنا، وأيضا لا أنسى جهد الفريق. فعلا فريق العمل، يعني أقول إحنا محظوظين جدا بفريق عمل من شباب سعوديين موجودين وأيضاً مقيمين للنهوض بهذه الشركة، فلهم مني كل تحية وتقدير. بعد دخول هيئة سوق المال أو سوق الأسهم، تجد كثير من الشركات العائلية يمكن تندثر بزوال الجيل الأول، فسبحان الله كانت رؤية ولاة الأمر وتشجيعهم وجميع الوزارات تعطيك حوافز حتى تدخل للسوق النمو أو السوق الرئيسي، كانت فعلا في مكانها. سهول ديمومة العمل، سهولة تطوير الأعمال، الميزات اللي تقدم من جميع الوزارات للشركات المدرجة،
بعد دخولنا سوق المال حسينا فعلا أننا الآن تحت مسؤولية شفافية كاملة، كل أعمالك أمام الجميع، لابد تفصح عن كل شيء، فهذه تعطيك فعلا مسؤولية واهتمام أنك معك مساهمين لابد أنك أن تنهض بهذه الشركة معهم لتحقيق جودة وأيضا ربحية. فهذه كانت أبرز التغيرات بعد دخولنا هذه سوق المال. الرغبة في النمو والتوسع وتقديم خدمات طبية عالية المستوى للمجتمع وصلت سلمان وشركاؤه أنهم يوصلوا إلى أكبر هدف أكثر الشركات تسعى له، وهو أنهم يدرجوا في سوق الأسهم، وهذا طبعاً تم بعد تحقيق الاستفادة اللي وفرتها لهم برنامج طموح ومنشآت وبرامجها المخصصة لرواد الأعمال في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا كله ما كان حيصير في يوم وليلة، وما كان ليكون لو ما وجد الإصرار من سلمان وشركاؤه. في المملكة العربية السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة شهدت نمو جداً كبير خلال الربع الثالث من عام 2023، فوصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.27 مليون منشأة، يعني نسبة النمو وصلت في الربع سنوية إلى 3.5%، والرياض ما زالت بتتصدر مشهد ريادة الأعمال بحيث أنها تحتضن 43.3% من إجمالي المنشآت الصغيرة. ونمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة شهد نمو ل 3.6% في الربع الثالث من 2023، وهذا دليل على نجاح قوي وكبير جداً بيصير من الدولة تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيزها وفي وجودها على ساحة الأعمال والاقتصاد. وكل هذه الأرقام علشان تتحقق لازم يكون في شراكات تساعد المؤسسات الوطنية إنها تساعد رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة، إلا من ضمنهم ضيوفنا سهام وبدر وسلمان ومحمد وخالد وأميرة ونوف، حتى يوصلوا بشركاتهم الصغيرة المتوسطة ويحققوا الاستفادة التامة من برنامج مثل برنامج طموح. كل اللي راح تحتاجه اليوم انك تدخل على الموقع تختار الخدمة اللي تحتاجها، وبعدها راح يطلب منك تسجيل معلوماتك الرئيسية، ومن هناك تبدأ رحلتك الطموحة في برنامج طموح لتطوير شركتك حتى توصل إلى مصاف شركة سلمان وغيره الـ 14 شركة اللي تكلمنا عنها اللي مدرجة في سوق الأسهم. نختم زي ما بنختم كل حلقة، اليد الواحدة عمرها ما تصفق، وإحنا هنا من خلال دربك خضر بنبرز مبادرات رؤية المملكة 2030، ولكن نبرز أكثر الجهود الخاصة بفريق العمل اللي موجودين على طاولة واحدة مع قائد واحد، واضحة فين رؤيتنا متجهة، واضح هدفنا إحنا فين رايحين، وكثير أصلاً من أهدافنا الحمد لله بدأت تتحقق من قبل حتى ما نوصل إلى 2030. أنا محمد حكيم وأشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من دربك خضر.